بسم الله. طيب دلوقتي الهدف اللي احنا عايزين نحققه في هذا اللقاء ان احنا نعرف نعمل الملف اللي قدامنا ده. طب تعالي نشوف ايه الملف اللي قدامنا. عندنا ايه؟ عندنا هيدرو ووتر شيد. شايفه الهيدروغراف اهو، تمام. بمعنى ان العمليه الهيدرولوجيه تم حسابها خلاص، وهتلاقي هيدروغراف هنا وهيدروغراف هنا. يعني هو هنبقى نشوف ليه ال دبليو ام اس بيحط اتنين هيدروغراف طالما هو ووتر شيد واحد. ايوه عندي ماشي، ماشي. تعالي نشوف ايه كمان عندنا. شايفه الكفرجز اللي احنا كنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، اللي هي في الجي اي اس. تمام. هنلاقي ان احنا المره اللي فاتت يعني كان عندنا بس الكفرج اللي هو اللي اسمه درينج. ايوه احنا احتاجنا علشان يبقى عندنا الدراسه الهيدرولوجيه دي اللي مطلعنا الهيدروغراف، احتاجنا يبقى عندنا كفرج اسمه لاند يوز، وكفرج اسمه سويل تايب، وكفرج اسمه رين جيج. ماشي، تمام. تعالي اوريكي حاجه. شايف، انت شايف الباوربوينت دلوقتي؟ لسه محمد. ايوه كده تمام. اللي هي ايه؟ ذا تيبيكال ورك فلو فور دبليو ام اس بروجكتس. من السلايد اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، اللي هو الجزء اللي بالاصفر ده، اللي هو من اول الدم، قرايه الدم، وعملنا المره اللي فاتت يعني قرايه للداتا، وعملنا لو فاكره رسمنا الاستريم، وانتهى الامر ان احنا رسمنا الووتر شيد وحسبنا له كاركترستكس بتاعته اللي هي المساحه والاسلوب والحاجات دي. النهارده بقى احنا المره اللي فاتت لما جينا يعني في الاخر كنا عايزين نعمل ران، فقلنا احنا دخلنا الكيرف نمبر بايدينا كمؤشر او يعني كمعيار لقياس اللوسز، ودخلنا البريسيبيتيشن كقيمه واحده متساويه في كامل الحوض. الافتراضيين تمام. دول احنا حطيناهم بس علشان كنا عايزين نعمل ران، انما دي افتراضات مبالغ في تبسيطها، ونادرا ان تكون حاجه زي كده في الحقيقه. يعني الاقرب للواقع احنا النهارده هناخد حاجات يعني تفصيليه اكتر بحيث انها تبقى قريبه من الواقع اكتر. فبالنسبه للكيرف نمبر مش هندخله كرقم، بل هنقوم بحسابه عن طريق انت درستي، يعني عارفه انت موضوع الكيرف نمبر بتحسب ازاي، الجداول بتاعته اللي هي انا بتتحول شفت ايوه شفتها، مدخل خرائط لللاند يوزد واللاند كفر، صح كده. وفي جدول كده بناخد منه زي استاندر، بنشوف نوع التربه او نوع الصيد الموجود عندنا، وبنبدا نختار الرقم المناسب ده. مظبوط. وان شاء الله النهارده هنستخدم الجدول ده. تمام، فاحنا هنخلي دبليو ام اس هو اللي يحسب لنا الكيرف نمبر بمعلوميه اللاند يوز والسويل تايب. وبالنسبه للبريسيبيتيشن مش هندخلها زي المره اللي فاتت قيمه واحده متساويه للحوض، هنعمل حاجه مور رياليستيك ان احنا هندخل محطات امطار، وهنعرف طقس المحطات دي والداتا اللي فيها، بحيث ال دبليو ام اس هو يحسب لنا المطر اللي على الحوض. ماشي. وبكده يبقى عندنا البرنامج بتاعنا النهارده ان احنا نعرف يعني معانا من المره اللي فاتت الووتر شيك كاركترستكس، المساحه وغيره. هنحسب باستخدام اللاند يوز والسويل تايب استني خلينا في السلايد، كاتبها في السلايد اللي بعدها اهي. هنحسب الرينفول باستخدام الديبث والديستريبيوشن للمحطات، هنحسب اللوسز عن طريق حساب الكيرف نمبر اللي بيعتمد على اللاند يوز والسيل تايب، هنحسب الترانسفورميشن اللي هو عن طريق اليونت هيدروجراف، وده عملناه المره اللي فاتت لما حسبنا التايم اوف كونسنتريشن او اللاج تايم. ايوه هاي نرجع تاني لل دبليو ام اس. فتح عينيك دبليو ام اس؟ ده معطى انظر خلاص. انظر طيب تعالي بقى نشوف الكفرج اللي عندنا تاني كده. لو قلنا نشوف الكفرج بتاعت اللاند يوز، شايفه اللي هما الاثنين بوليجون دول؟ برضو بص احنا النهارده برضو مش لغايه دلوقتي يعني مش بنتكلم عن الحاجه الرياليستيك بالظبط اللي انت هتشوفيها في شغلك او في ابحاث او كده، احنا لسه بنتعلم.
فعلشان كده هتلاقي اللاند يوز سيل تايب انا مبسطهم خالص عن طريق فقط بوليجونز احنا هنرسمها بايدينا، تمام. ممكن بعد كده المره الجايه نجيب شيب فايلز من خرائط حقيقيه، دي اللي هي تبقى الواقع فعلا بقى الداتا بتاعت اللاند يوز والسيل تايب، تمام. تمام طيب فعندنا الكفرج اهو بتاع اللاند يوز اللي احنا هنعمله دلوقتي، هنعمله مع بعض ان احنا هنعمل حاجه زي كده، ان احنا هنعرف التو بوليجونز كان المنطقه اللي فيها الحوض مقسومه ل اتنين لاند يوز، وهنعرف الداتا بتاعت كل واحد فيهم، وهتعالي هدوس دبل كليك اهو علشان ايه يعني تشوفي شكل الداتا بيبقى عامل ازاي. لما هنعرف الكفرج على اند يوز هنملى جدول بالشكل ده، تمام. اما لو حبينا نشوف السويل تايب دول بوليجونز مختلفين، لو دوس دبل كليك عشان برضو الداتا اللي هنملاها هيبقى شكلها عامل كده، وطبعا لما هنيجي نعملها بايدينا هنتكلم بالتفصيل اكتر، بس احنا دلوقتي بنعدي عليهم يعني. لو رحنا للكفرج الاخير اللي معانا اللي هو اللي اسمه رينجيج، مش عارف انت باين يعني واخده بالك ولا لا، هتلاقي شايف هنا في كلمه جيج 1 في رقم واحد، في هنا جيج 1 ايوه دي ظاهره، في هنا اهو في اخضر طبعا ظاهره وفي هنا جيج 3، وهتلاحظي كمان اللي شايف الخط الخط المستقيم ده والخط المستقيم ده والخط المستقيم ده، دول اللي هي سمعتي عن التيسن بوليجون؟ ممكن بس مش مشكلة، بص ما عنديش انت مش فاكراها قولي لي يعني نعيد عليها تاني. لا دي ماشي خلاص لما يجي هنيجي نعملها لا 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 اللي هي بتتنطق زايسن ساعات صح؟ يعني ما سمعتش ساعات كده ماشي، انا ما سمعتش قبل كده، بس المهم يعني انت كده يبقى انت فهمتيها خلاص عارفاها يعني. اللي هو بيقسم المنطقه بين المحطات، بيعمل بلوجون شكل خماسي او سداسي ويبدا يرسم طيب. يحسب البرسنتيشن عن طريق ده. خلاص يبقى احنا عارفين تمام. وبالاضافه للكفرج، غير الكفرج هتلاقي عندك هنا تحت اللي هي هيدرولوجيكال تري موديل، شايفه لما وقفنا عليها عمل يعني اظهار لللاين ده وللاثنين هيدروجراف. ولما تفتحي هتلاقي تحت ايه مرسوم عندك ووتر شيد ومكتوب 1 بي، 1 بي ده اللي هو ايه لو انت لوسي شايفه كلمه هنا 1 بي اللي هو اسم الحوض يعني. ايوه اللي هو اسم الحوض ايوه دوستي اسم داتا الحوض اهو اسمه 1 بي انت لاحظتها. فيبقى احنا عندنا يعني بنبص على ايه الحاجات اللي عندنا على الشمال، تعالي كده نبص عليهم، هنلاقي عندك ترين داتا اللي هي التضاريس، وفيها هنا الايه الدم اللي احنا كنا عرفناه من المره اللي فاتت، هتلاقي عندك هنا الماب داتا دي اللي فيها الكفرجز اللي فيها الدرينج اللي هو الحوض واللاند يوز والسويل تايب والرين، وهتلاقي عندنا الهيدرولوجيكال تري داتا اللي هي فيها النموذج الهيدرولوجي اللي هي الداتا بتاعت الران نفسها بتاعت اللي هي احنا في النهارده على فكره شغالين بموديول اللي هو هيك 1 ماشي تمام تمام طيب ايه رايك انا همسح الداتا اللي انا مدخلها كلها وندخلها مع بعض تاني؟ يا ريت ماشي. فانا همسح هي الطبقات طيب دلوقتي احنا رجعنا اهوت. بصي شايفه كيرف نمبر مكتوب قدامه قيمه 56 57.7 القيمه دي ناتجه لان انا زي ما انت شايفه انا كنت حاطط اللاير وكنت عامل رن ومطلع هيدروجراف تمام. فانا دلوقتي يعني بغض النظر عن الرقم المكتوب احنا هندخل مع بعض ارقام جديده، فلما هنعيد الحساب كل حاجه هتتغير تاني، احنا بس محافظين على البروجكت والووتر شيد وكده عشان ما نعيدش تاني اللي عملناه المره اللي فاتت. طيب فادي اهوت الحوض بتاع المره اللي فاتت. لو دوسنا على الهيدرولوجيك موديلنج موديول هنلاقي ان هو حاطط لنا الهيدروجرافات اللي هي ناتجه من الشغل اللي فات،
فانا دلوقتي هدوس على هيدروجرافس وهعمل ديليت اول، انا كده حذفت نتائج الرنات اللي انا كنت عاملها قبل كده، فاحنا دلوقتي ما عندناش ريزلت موجوده. تمام. نبدا بقى، توكلنا على الله. هنبتدي نعرف، نبتدي بص يا ستي، عايزين نضيف دلوقتي كفرج جديده عشان نحط فيها اللاند يوز والسيل تايب. الكفرج دي بتضاف ازاي؟ بنيجي على هنا كلمه كفرجز وندوس رايت كليك وندوس نيو كفرج، بيدينا الويندو دي، بندوس كده بيدينا كل انواع الكفرجز اللي عنده. وزي ما انت عارفه ان هو بيعمل لنا درينج من غير ما نطلب، يعني دي بمجرد ما تعملي نيو بروجكت فدي موجوده، اللي هي بيبقى فيها الاحواض. احنا دلوقتي عايزين نزود داتا، فعايزين نزود انهي داتا؟ عايزين نزود اللاند يوز، ماشي؟ فانت كده لما تدوسي على التايب ده، هو راح شايفه كلمه كفرج نيم، هو اقترح ان اسمها لاند يوز، يعني كنفس الاسم. انت ممكن تغير الاسم لو عايزه. هندوس اوكي. كده بقى عندنا اللاير اللي هي اسمها لاند يوز. بصي انا عايزك يعني بصي بس، شايفه انا لما ببدل الكليك على صغير بتتغير، هو معمول ان انت لما تقفي على كفرج او على لاير بيظهر الحاجه بتاعت اللاير دي، ويعني كانه بيخفي الباقيين، هو مش بيخفيهم، هو بيخلي ظهورهم ضعيف شويه. يعني بصي انا لما بقف على اللاند يوز الحوض ما زال موجود بس ما عادش باين زي الاول. ده ليه؟ ده ليه؟ لان زي ما انت شفتي لما جينا نعمل نيو كفرج ادانا بتاع اكتر من 10 اختيارات. يعني احنا لو هنوصل، يعني لو اللي هيبني بروجكت على دبليو ام اس كبير وهيبتدي بقى يحط لاند يوز وسويل تايب وحاجات كتيره وامطار وغير امطار وبتاع، بيبقى عنده داتا كتيره قوي. اللايرز اللي كتيره اللي فوق بعض دي بتخلي من الصعوبه ان الواحد يعرف ايه يأيدت الداتا يشوف. مثلا، او يشوف او يعمل اناليسز او اي حاجه. فهو بالحيله دي بيخليكي تختاري الحاجه اللي تبان والباقيين ما يبانوش. وطبعا مش محتاج اقول لك برضو ان انت لما بتبقي واقفه على لير، هي اللير دي بس اللي ممكن تعمل لها سيلكشن. يعني ايه؟ بص انا هقف على الدرينج اهو، ولو وقفت، لو انا دوست دبل كليك يعني اهو، يعني اظهر لي شيء، يعني هو بيتفاعل معايا، ماشي؟ لو انا رحت وقفت على اللاير التانية وجيت في نفس المكان دوس دبل كليك مفيش حاجة، مش هيجيب حاجة. لأن اللاير التانية دي احنا لسه عاملينها وفاضية، هو بيسلكت بس من اللاير الأكتف. تمام. أنا طفيتها بس عشان يعني بحب تبقى يعني نخفف الرؤية. فمهم هنعمل نيو كفرج ونعمل سويل سويل تايب. اوكي برضه سويل نفس الكلام بقى برضه فيها، وهعمل كمان واحده. احنا ممكن يعني دلوقتي انا بضيف كل اللايرز اللي انا عايزها مره واحده، ممكن جدا اضيف بس لاير واحط الداتا وبعدين اضيف لاير بعدها واحط الداتا وهكذا، هذه رينجي اللي يريحك يعني، ماشي؟ هتلاقي عندك رينجيج وفي رينفول زون وفي رانوف كوفيشنت وحاجات تانيه كتير، احنا عايزين الرينجيج. نقول اوكي. ادي كده احنا اضفنا اللايرز، طبعا اللاير دي دلوقتي فاضيه. احنا لسه في البدايه فهنكتفي ان احنا بنعرف الحاجات بالديجيتايزنج، مش بالداتا الحقيقيه. الداتا الحقيقيه بتبقى عن طريق ايه؟ بنجيب خرايط، يعني انت مثلا لو عايزه الداتا الحقيقيه لللاند يوز مثلا بتجيبي يا اما خريطه يا اما صوره قمر صناعي اللي هي من الاخر يعني جوجل ايرث او حاجه زي كده، وبتفتح فاكره المره اللي فاتت تقريبا احنا اضفنا باك جراوند هنا، فاكره؟ من عن طريق من فوق. كانت من هنا اهوت جي اي اس كده، واقول لك ايوه ايه احنا من هنا، من هنا فوق جبناه من فوق اونلاين. تمام تمام. انا دلوقتي طب تعالي اقول لك حاجه، تعالي نضيف اونلاين ماب وندوس ايمجري وندوس كده.
هيحمل دلوقتي. الفكرة في ايه؟ من ان انت تحطي خلفية. احنا دلوقتي هنفترض ان احنا عايزين الداتا عن طريق ان احنا بنشف، تمام؟ ف هنفتح حاجة وتعالي نبص سوا. ايه طيب، يعني هنفترض ان هي كده، وهنقول احنا عايزين نشوف الدم. خلاص، هو في الحاله بتاعتنا ديت يعني الوضع كله ممكن يكون متشابه، لكن دعينا نتخيل ان الخريطه اللي تحت اظهرت لنا مثلا ان في هنا كده مدينه، مفيش هنا قلم ولا حاجه. قلم اهو، قلم اهو، ماشي. يعني تخيل ان المنطقه اللي احنا فيها ما هياش دي، هيطلع لك مكان تاني مثلا هنا كده، دي مدينة، كويس؟ وهنا مثلا مجموعة حقول، وهنا صحراء زي ما هي كده. ده باين كأن، فاهم قصدي؟ هتشوف هنا بيوت وهنا ايوه متخيله. حقول. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف الايه، اللاند يوز في الحالة التانية اللي احنا مفترضينها دي، اللي هي يعني معقدة شوية عندي. هنيجي على نقف هنا على اللاند يوز دي، وطبعا هنشغلها. عملية رسم اللاند يوز بتبقى عن طريق خطوتين. الخطوة الأولى، شايف الزرار ده؟ كرييت فيتشر أرك، يعني ده اللي هو بيرسم لاينز، كويس؟ فهنيجي كده ونروح أنا كده بالماوس بكليك، ماشي؟ ماشي. أهو كده أنا بعمل جسم إيه، مغلق، لازم تقفليه، دوس دبل كليك كده هو قفل. استني عشان الرؤية مش باينة، هنلعب شوية في ترانسبيرنسي، نزودها. شايفة كده الدنيا ايه، يعني الرؤية أفضل شوية كده. أنا باللاين رسمت ايه، مضلع مغلق. دي تمام. خطوط، دي خطوط، خدي بالك أنا مركز إن دي خطوط مش بوليجون. طيب بعدين هنروح نقف هنا تاني وإيه، وهنرسم، عايزين نرسم اللي جنبه، كويس؟ تمام. خدي بالك تبتدي من نقطة هنا، يعني تيجي مثلا هنا، تروحي عاملة كده 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 كده، وتروحي جاية مثلا كده وقافلة من هنا. خدتي بالك؟ أنا ما رسمتش الضلعين دول أو 3 أضلاع دول، هو طالما مش بدأت من نقطة ورجعت قفلت عن نقطة ثانية في الجسم الثاني كده، هو في يعني إيه، هو قفلها. تمام. وبعدين نعمل نفس الكلام في الأخيرة. طيب دلوقتي احنا بقى عندنا 3 أشكال مفرغة للإيه، لللاند يوز. أنا دلوقتي عايز إيه، اللاند يوز أو السويل تايب بتبقى إيه، يعني بوليجون مغلق، تمام؟ طيب أنا عشان أخلي ال دبليو ام اس يملأ لي الفراغات دي بعمل إيه؟ باجي هنا، باجي هنا وعلى في الفيتشر اوبجكتس، وادوس على بيلد بوليجون. بيقول لي انت مش مختار اي اضلاع، اختار كل الاضلاع. بقول له ايوه. شايف عمل ايه؟ ملا الجزء ده، تمام؟ كويس قوي. تمام بقى عندنا 3 مساحات من اللاند مختلف. يوز. بس شفت انت قلتي ايه؟ قلتي مختلفة، صح؟ ايوه لا بصي، شايفة الثلاثة نفس اللون. ثلاثة نفس اللون، بس المفروض الغرض ان هم يبقوا مختلفين، حلو، صح يبقى احنا كده يعني. محتاجين في النقطة دي نبتدي نخليهم يختلفوا. طالما انت دلوقتي هتختاري بوليجون، فبدل الزرار ده بتختاري الزرار اللي تحته، مع سيلكت فيتشر السلامة. بوليجون، شايفة؟ تمام. بندوس عليه، وبعدين ايه، اختاري اي واحد ودوسي دبل كليك عليه. تمام. انا عايز امسح البتاع ده. بس طيب دلوقتي انا بقى عندي ايه، عندي بوليجون اهو،
هو متسمى يعني، بص انا هقول لك حاجه، انا ال مسحته ديوان. شايفه، انا مسحته بقى عندي بوليجون واحد، بضيف بيبقى عندي كذا واحد شايفه، يعني من هنا من هنا التحكم في عدد اللاند يوز تايبز يعني، ماشي خلاص. فانا مثلا هاجي عند اول واحد هنا، النيم بتاعه هسميه مثلا اربن، هاجي على التاني اسميه، احنا قلنا هنسميه ايه، فارمز مثلا، وقلنا التالت قلنا هنسميه اي حاجة، ديزرت. كويس كده، بقى عندنا البرنامج شايف ان انا عندي ثلاث حاجات، لو قلت ابلاي غير لي واحدة وساب الاثنين التانيين. الفكرة ان انا لازم اقول له ده، يعني اشاور على بوليجون واقول له ده انهي نوع من الثلاثة. فانا هدوس على الاولاني ده، ده انا عايزه ايه؟ عايزه اربن. عملية علم السلكشن بتبقى من النافذة اللي على الشمال دي، يعني الاربن ده اللي هو زيرو، تمام فانا دايس هنا على زيرو واقول ابلاي، هو كده فهم ان ده اربن. ماشي انا عايز ده فارم، ادوس دبل كليك فارم اللي هي رقم واحد من هنا، ادوس عليها وادوس ابلاي، تمام. فضل الثالثه ادوس عليها ديزرت اللي هي اتنين، بدوس اتنين واقول ابلاي. كده تلاحظي ان هو بقى عندنا ثلاث الوان مختلفه، يعني هو فاهم ان انا عندي ثلاثه لاند يوزز مختلفه. يعني للاخراج وللتنسيق يعني، تعالي نشوف ازاي نغير الشكل بحيث يتناسب مع اللي احنا التمثيل بتاعه يعني. فلو دوسنا على الديسبلاي اوبشن، في الديسبلاي اوبشن هنا بتتحكمي في الاظهار بتاع كل شيء في في النموذج، تمام. فلو دوست على الماب هنا، دي كل الكفرجز اللي ممكن تحطيها في النموذج. انا دلوقتي عايز اغير الوان ايه؟ عايز اغير الوان اللاند يوز، فهاجي هنا، هو طبعا عشان انا واقف عليها فهو اقترح لي كده يعني. طيب انا عايز بقى هنا العب في الالوان، هاجي على مثلا اللاند يوز ديسبلاي اوبشن، اهو شايفه ادي الالوان اللي ظاهره عندنا في الثانيه. فانا مثلا الاربن عايز يبقى شكله مثلا كده، دوس كده. الفارمز عايزها تبقى على اخضر مثلا، الديزرت عايزها هي على اصفر، على اصفر، تمام، دوس اوكي. كده الوان بقت يعني موافقه لتصورنا يعني. دي بقى برضو حاجه كمان، طالما احنا هنا يعني، انت يعني في امكانيه شايفه ترانسبيرنسي، لو انا خليتها صفر انت فاهمه طبعا هاي كده هاي هتبقى كده. لو احنا عايزين نخلي في امكانيه نبين اللي تحتها، بن ايه بنزودها شويه. ده للتحكم في الاظهار. حاجه كمان يعني احنا عشان احنا دخلنا ده واحنا عارفين ان احنا مسمينه اربن، فخلاص احنا فاهمين. انما لو الشغل ده احنا بنتشاركه مع حد او عايزين نسلمه لحد، فبنبقى عايزين، بما ان دي كانها خريطه، يبقى عندنا مفتاح للخريطه اللي هو الليجند. فبنيجي هنا، شايفه دي ليجند سويل تايب احنا لاند يوز. دلوقتي احنا لاند يوز، فهندوس لاند يوز، ندوس اوكي. شايفه هنا ظهرت اهي تمام ومكتوب يعني اللون دوت اربن الديزرت مش عارف، يعني مكتوب الوصف بتاع فصل. الحاجه. فلو دوسنا اوبشن ممكن نتحكم برضو في مكان ظهورها، ممكن نغير يعني في السايز بتاعها وحاجات زي كده يعني، فونت تمام وهكذا. كده احنا عرفنا اللاند يوز اللي في المكان دوت، بس ثواني كده، ناقص حاجة مهمة أوي. احنا كده اللي عرفناه ان احنا عرفنا الثلاثة زونز وعرفنا اساميهم. فاضل حاجة مهمة جدا، تعالي نفتكر ال
ظهر عندك الباوربوينت؟ ايوه اللي انا نقطة كفر نمبر. مهمة، الجدول بتاع السي ان بيعتمد على حاجتين اساسيين، الكفر تايب اللي هو اللاند يوز، وهتلاقي على اليمين كلمة هيدرولوجيك سويل جروب اللي هي السويل تايب. البرنامج او الموديل ما يعرفش احنا انهي ارقام اللي عايزين نستخدمها، لكن انا يعني اليوزر عارف ان هو مثلا بيستخدم السطر ده. يعني هي دايما يعني اللي عايز يستخدم الجدول الران اوف كيرف نمبر تيبلز بيعمل ايه؟ بيشوف اعتقد الجيولوجيا او السويل، نوع السويل موجودة في المنطقة ويبدأ يختار. ده اللي انا اعتقد يعني. بص بيعمل ايه؟ اولا الجدول ده اسمه من فوق اريد اند سيمي اريد رينج لاند. معلش اسمحي لي انا بس عايز ايه اوريكي حته عشان ما تتلخبطيش. انت دلوقتي الكتب المراجع اللي احنا كلنا بنعتمد عليها معظمها امريكاني او كده. مش كده مش اهو. بص يا ستي، ده الويكيبيديا شايفة ران اوف كيرف نمبر. طيب لو نزلنا للتيبلز بتاعت الكيرف نمبر، انا بس عايزك تنتبه يعني ان كثير من المراجع بتكتفي بالجداول دي. بصي فولي ديفلوبد اربن ارياز، يعني دي كيرف نمبر للمدن. لو نزلتي هتلاقي كيرف نمبر للمناطق الزراعيه. معلش انا اسف بس كده. كثير من الكتب انا كنت يعني بتفتحيها تلاقي فيها الجدول ده بس، مثلا الجدول ده وجدول ده. ليه؟ عشان غالبية البلاد يعني بتبقى مناطق مطيرة. يعني بقول لك ليه الكلام ده، عشان لو انت هتعملي حاجة انزلي لجدول الاخراني ده. الآن أنا تمام. وعن نفسي يعني حتى جوه الجدول ده بنزل هنا. ديزرت. هي الفروق يعني جوه الارض، الفروق ما بين ده وده 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 كثافة الغطاء النباتي. في الغالب احنا الغطاء النباتي بتاعنا قليل جدا، يعني نسبة الخضار الى الرمل. يعني بص دلوقتي عملت سيرش بالكلمة اللي هي بتاعت التيبل، شايفة المنظر عامل ازاي؟ يعني الارض شبه ايه؟ يعني ده اقل شيء في تغطية للارض. يعني عمال اقلب لك في الصور يعني عشان بوريكي ان ده الاختيار، ده الاختيار اللي هو ايه اقل في ال كثافة. كده. شايفه ايه؟ شايفه ايه دلوقتي؟ الجوجل او اللي هو النت. لا لا خلاص نرجع بقى للباوربوينت. احنا الباوربوينت ده ايوه كده الباوربوينت. طيب فانا بقترح عليكي انك تستخدمي ديت اللي هي ديزرت شريب، وهو بيشرح لك. يعني انت برضو ايه بلاش تتأيدي قوي، يعني لو لقيتي نفسك شغاله في مكان في غطاء نباتي اكثف او مختلف خديه براحتك. انا بس عشان انا تجربتي كنت بشتغل في حته يعني فيها الديزرت شروب دي. تمام. فانت بتختاري ده، يعني تختاري الاول الجدول في الحاله دي اريد، وبتختاري الكفرج تايب اللي هو ده مثلا. بيبقى بعد كده ان تخشي في الهيدروليجيك كونديشن اللي هم دول بور وفير ديت بتبقى ايه عن ال ثانيه واحده عشان ما اقولكيش برضو حاجه غلط. اي بص يا ستي، البور والفير والجود دي نسبه الارض اللي فيها زرع. يعني استني هجيبها لك تشوفيها معايا. ظهرت الهيدروليجيك كونديشنز اللي هي هنا كاتب لك ايه عندك هنا. تختاري بور لو اقل من ثلاث من تلت الارض متغطيه بحشائش.
فير، لو من تلت الارض تلتينها متغطي حشائش جود، لو اكتر من تلتين الارض متغطي حشائش. بتبان من الجوجل ايرث ومن الخرائط، قصدي من جوجل ايرث يعني، بالاساس بتبان من جوجل ايرث. تمام. تمام. فلو انت شغاله في حته يعني فيها ديزرت شرب، هو ده النبات اللي موجود في المكان يعني، والعمليه بور، فبيبقى ايه بقى الوضع؟ بيبقى انت في دي الفاليو سنة اللي انت 20. بتستخدميها. طيب ايه الفرق بين A و B و C و D؟ تمام، الله دي يفتح عليك، الكفرد. الله يخليك. بص يا ستي، تعالي نروح للباوربوينت. فتح عندك الباوربوينت. تمام. تمام. دلوقتي اللي احنا شفناه لغايه دلوقتي، انك بتقولي الارض اللي انا بشتغل عليها النبات اللي فيها هو اللي احنا شفناه في الصوره، وده فعلا نبات منتشر في وديان كتير يعني. وبعدين عرفنا نوع النبات، وعرفنا هو نسبة تغطيته للأرض قد إيه، فاضل بقى نشوف اللي هو إيه، الـ A والـ B والـ C والـ D. هناخدهم آدي عندك في العمود اللي على الشمال، الـ A والـ B والـ C والـ D، شايفاهم؟ دي اسمها هيدرولوجيك سويل جروب. يعني إيه؟ في ناس قعدوا، طبعا انواع السويل في الدنيا كتيره جدا جدا جدا، خلاص هم بذلوا مجهود الناس ديت، ان عدد السويلز كتير قوي دي، يعني جمعوها في 4 مجموعات بناء على معدل الانفلتريشن. سوري تمام انا معاك. فانواع التربه يعني بالنسبه للناس اللي طوروا طريقه الاس سي اس، كان يهمهم من التربه معدل الانفلتريشن. معدل الانفلتريشن هو بيتناسب عكسيا مع السيرفس رانوف. يعني متخيلها ولا نتكلم فيها شويه؟ لا لا متخيلها. لا لا متخيلها. طيب تمام. فالهيدروجيكال سيل جروب A و B و C و D ديت هما الاربع اصناف بتوع التربه بناء على معدل الانفلتريشن، بحيث ان A اللي هي التربه الاكثر انفلتريشن، اكثر انفلتريشن فبالتالي هي الاقل في الجريان السطحي، اللي هي تشمل التربه الرمليه، ويعني اللي هي بالاساس رمل، سواء رمل بيور او رمل في طمي مثلا بنسب بسيطه شويه. ممكن نقول البروست البرامبلتي فيهم عاليه صح كده؟ وهكذا بقى، الطبقه بي بتبقى اقل في الانفلتريشن، وبالتالي اعلى شويه في الجريان السطحي. وبعدين الطبقه سي اقل تاني في الانفلتريشن، وبالتالي اعلى اكتر في الجريان السطحي، وصولا للطبقه دي اللي هي اقل حاجه خالص في الانفلتريشن، وبالتالي هي اعلى مجموعه فيهم في الجريان السطحي. الطبقه دي بتشمل التربه الطينيه او التربه اللي فيها نسبه طين عاليه، خلاص كده. ففي الحاله بتاعتنا، لو يعني لو افترضنا ان احنا هناخد مثلا السطر الاخير، سواء بقى بور، لو قلنا بور مثلا، يبقى التربه اللي هي فيها النبات ده وبنسبه اقل من 30% من مساحه منطقه الدراسه بتبقى، خد بالك اللي احنا قلناه ده لاند يوز، النبات ده 30% منطقه دراسه ده لاند يوز. لو ده على ارض طينيه يبقى الكيرف نمبر 88. تمام. لو النبات ده اللي هو حالته بور في ارض رمليه يبقى كيرف نمبر 63. 60. وهكذا بقى. يعني لو انت النبات اللي عندك اللي هو مثلا الاولاني ده والحاله جود مثلا، يبقى انت عندك ايه، يعني هو هنا مش حاطط ايه مثلا،
فانا يعني اخمن مثلا ان النبات ده ما بيعيش في رمل مثلا، فبالتالي مش هيحصل انه يبقى موجود في رمل. فهمتي. يعني انا بخمن هو ليه مش مكتوبة يعني. تمام. لكن بشكل عام يعني كده احنا عرفنا الجدول ده نستخدمه ازاي. تمام. اللي احنا بقى هنعوزه دلوقتي ان احنا بعد ما هنختار الفاليو، او بعد ما هنحدد الكيرف نمبر فاليوز اللي احنا هنستخدمها لينا للحاله بتاعتنا، هناخدها كوبي ونروح نحطها في دبليو ام اس. تمام. فاحنا دلوقتي تعالي احنا قلنا ان احنا يبقى عندنا ثلاث انواع من التربه، مدينه ومنطقه زراعيه ومنطقه صحراويه. طيب الفرض ده معناه ان احنا هنيجي تاني، انا عايزك تروحي معايا خلاص احنا دلوقتي على الجوجل ماشي. تمام. معناه ان احنا الفرض ده معناه ان في الجزء بتاع المدينة هنستخدم الجدول ده، تمام. وفي الجدول التاني هنستخدم ده، وفي الجزء ده هنستخدم ده. فايه رأيك تمام كده. خدي لك كام دقيقة كده وقولي انت هتستخدمي ايه وتطلعي القيم بكام. أنا استني موافق. اديكي ماشي. صفحة، خدي الصفحة اهيت، بعتلك على الزوم. استنى وخلص الصرف. الأمور ماشية كويس؟ يعني بحاول أقرأ إيه المكتوب الأول، يعني
من كده تمام. انا جبت شويه ارقام بس يعني جبت الاولاني 89. طب قولي لي بس خدتي يعني صفحه؟ اخدت اللي هو المناطق اللي إربن. ماشي. خط المنطقة المنطقة اللي هي يعتبر منطقة سكنية. وخدت ليها كمية 89. ماشي. أنت بقى مش خدت 89، أنت خدت الأربع أرقام كلهم. ليه بقى؟ احنا ما بناخد، بص يا باشمهندس حضرتك، احنا لما بنحدد اللاند يوز، وبعد ما بنحدد بالظبط اللاين اللي احنا هناخده، بناخد الاربع ارقام دول لل دبليو ام اس. لان خدي بالك القصه هنا في الكيرف نمبر، ان احنا بنعمل اوفر لير. يعني ايه؟ بنجيب لير بتاعت اللاند يوز واللير بتاعت السويل تايب بيتحطوا فوق بعض. ال دبليو ام اس بياخد مثلا البوليجون اللي احنا سميناه اربن. هو بقى احنا هنعرف ايه في الاربن. انت شايفه الجوجل بتاعي لما الاربع ارقام 89 92 94 95 مجموعه الارقام دي، هو عارف ان الاربع ارقام دول بتوع الاربن، يروح واخد البوليجون بتاع الاربن ورايح لللاير بتاعت السويل تايب. لما يلاقي سويل نوعها ايه، يبقى كيرف نمبر بتاع الحته اللي هي تقاطع الاربن مع الاي، يبقى كيرف نمبر بتاعها 89. فهمت. بس ونفس الكلام هيعمله على كل حاجه ثانيه. فهينتهي الامر ان الحوض بتاعك متقسم لعدد، يعني كأن يعني لو في كل انواع التربه الاي وبي والسي والدي، هتلاقي مثلا كل انواع التربه لكل نوع لاند يوز. يعني نظريا يعني في الحاله بتاعتنا هتلاقي عندك 3 لاند يوز، كل لاند يوز فيه 4 سويل، هيبقى عندك 12 مضلع مختلف لكيرف نمبر. هو يطابقه مع السويل تايب وبعد كده يختار. يعني هو بيطابق اللاند يوز مع السويل تايب. يعني مثلا في الحاله بتاعتنا، تعالي كده نرسمها عشان تبقى الدنيا ايه سهله. يعني مثلا لو قلنا ادي حوض اهو، وقلنا ان مثلا بصي الحته دي عباره عن اربن مع تربه ايه. يعني بصي لو احنا خدنا ان دي كلها كده اربن،
هو بقى هيلاقي، يعني وبعدين حطينا طبق تحتها السويل تايب، فلما تقاطعوا مع بعض طلع ايه؟ ان الحته دي اربن مع ايه؟ سويل نوعها ايه؟ والحته دي اربن مع سي مثلا، كويس؟ والجزء ده كده اللي على الشمال ده اربن مع بي، والجزء ده اربن مع دي. طيب هيقوم يعمل ايه؟ هيجي بقى، احنا هو في الاخر الدراسه كلها بتتم لجوه الحوض، جوه الحوض بس، بغض النظر ان اللاير بتاعت السويل طيب ممكن تبقى اكبر من الحوض بكتير. فهيجي يعمل ايه بقى؟ يعني بص، اللي بالازرق دي كاننا حاطين نتيجه مطابقه اللايرين السويل تايب مع اللاند يوز، وراسمين تحتهم الحوض بتاعنا، كويس؟ كويس. هيبقى الوضع ايه بقى؟ هيبقى كده. واضح يا باشمهندسة؟ واضح. هو دلوقتي العملية كلها عملية اوفرلاي، يعني كأنك بتحطي حاجات فوق بعضها وبتشوف التقاطعات. اللي احنا شايفينه على الشكل ده نتيجة تقاطع السويل تايب مع اللاند يوز مع الووتر شيد اللي هو الدرينج. تمام؟ كل لون من دول هو هيبقى ايه؟ قيمة من قيم الكيرف نمبر دي اللي احنا مختارينها، كويس؟ طيب معنى كده ايه؟ معنى كده مثلا ان الجزء اللي هو ده اللي خلينا مش مثلا الايه دي الايه، يبقى الايه دي 89، الحتة دي كده انت شايفة انا عمال شايفين شايفين احرك الماوس وكده، شايفاني؟ طيب شايفين معنى كده اني ان ال A89 مثلا والبي معنى كده 92 معنى كده ان المساحه دي الكيرف نمبر بتاعها 89، 89 المساحه دي 89 المساحه دي الكيرف نمبر بتاعها اللي هو 92 وهكذا. طيب 92 معنى كده ان الجزء ده من الحوض، يعني لو هو ده بس الحوض بتاعنا، انسي الجزء اللي تحت يعني، تمام؟ لو هو ده الحوض بتاعنا بقى عندنا مثلا 15% من المساحه بتاعته الكيرف نمبر بتاعها 89، و10% من المساحه بتاعته الكيرف نمبر بتاعها 92، و40% من المساحه بتاعته الكيرف نمبر بتاعها 94، و30% اللي هي بقيه ال 100% يعني الكيرف نمبر 95. طيب يقوم يحسب الكيرف نمبر بتاع الحوض ازاي؟ ازاي بقى؟ هيقول بالنسب، يعني هتبقى ايه؟ هيبقى مثلا استنى نكتبها احسن. هيبقى 30% لو الايه مثلا 30% في ايوه 89 بالظبط زي متوسط كده صح؟ بالظبط بالظبط، يعني لو تلت مضروب مثلا في 80 زائد تلتين ببساطة يعني مضروبة في 50 حاجة زي كده، ماشي؟ وبياخد بقى المساحة في الاعتبار يعني، يعني اللي هي المعادلة بتاعت ايه؟ البي في الايه واحد كيرف نمبر واحد زائد ايه اتنين كيرف نمبر اتنين كله مقسوم على ايه توتال ايوه بس، وبكده يبقى حسب الكيرف نمبر بتاع الحوض. خدي بالك ده اللفه دي او اللي احنا بنعمله ده هو عوضا عن ان احنا المره اللي فاتت دخلنا الكيرف نمبر كده بايدينا. ايوه ايوه ده ليه؟ لان اللي احنا بنعمله ده هو الاقرب للحقيقه، يعني اقرب يفتح للشغل الفعلي. نرجع لل دبليو ام اس.
تمليني الأرقام؟ ماشي. الأولاني الأولاني كام؟ 89. 99، الثاني 92، 92، 92، 94، 95. يعني واضح ان الارقام بتزيد، ده زي ما احنا متوقعين، يعني ما فيش مفاجأة هنا. تمام. طيب تمام. دلوقتي لو حابه تخشي الجدول وطلعي قيم الفارم، لو عشان نوفر وقت ممكن نحط اي ارقام وخلاص. ماشي ماشي، نحط ارقام. تمام. ما كنت مختار 60، هحط. قولي لي كام. أنا كنت محتار 68 و79، طب ثانية بس مش عارف. ثانية، 68، 79، 86، 89. ماشي. طيب عندك حاجة للديزرت؟ ديزرت كانت أنا اخترت 63، 77، 85، 88. الله يفتح عليك. كده احنا خلصنا الجدول. بص هندوس ابلاي. لاحظي بس ان هو هنا ايه، يعني عشان نبقى قلنا معلومه اضافيه، يعني هو دلوقتي حاطط هنا، يعني احنا هنا قلنا ان احنا عندنا عدد كذا من اللاند يوز، فهو رسمها لنا هنا عشان يدينا فرصه ندخل الفاليوز. شايفه هنا الحته اللي تحت دي؟ هو هنا يعني كانه بيسالك انت ناويه تحلي الدراسه الهيدرولوجيه بانهي طريقه لحساب اللوسز، فاحنا متعلم على الكيرف نمبر، علشان كده طلع لك هنا الاربع سطور دول. طب لو احنا قلنا مثلا حاجه كمان، نفس الاربع سطور موجودين لان الاس سي اس لسه متعلم عليها، بس زود لك اربع سطور كمان بتوع الجرين وهكذا. يعني شوف انت بقى لو عاوزتي يعني تستخدمي اسلوب مختلف تختاريه، هيطلع لك البارامترز بتاعته. دوست ايه؟ ابلاي. كده احنا دخلنا الداتا بتاعت اللاند يوز. طبعا دي مش كافيه، لازم ندخل معاها طبعا زي ما احنا عارفين السويل تايب. نروح نقف على اللاير بتاعت السويل تايب. يعني كده انا عملت لها، فتحتها وقفت عليها تبقى اكتيف. هعيد نفس الكلام عشان يعني وانا واقف على السويل تمام. هدوس على كرييت فيتشر ارك واختار اي حاجه كده عشان بس وبعدين بعد ما رسمت دول اعمل ايه؟ نعمل كريتد اللي تحتها اللي هي في بلوجون. لا ايوه، بس عشان اللي تحتها تشتغل لازم الاول نروح هنا وندوس بيلد بوليون. بيلد. من الاول بيلد نبني البوليجون. هيعلم كله. كده هو علم كله برضو نفس الكلام بالظبط زي ما قلنا المره اللي فاتت، ملى الفراغات ومطلعهم بنفس الشكل علشان احنا لسه ما حددناش انواع السويل تايب. هاجي ادوس على اللي تحتها كده، انا اقدر ادوس هنا او هنا، فهدوس على اول واحده دبل كليك فتح لنا البتاع. هو فاهم ان ايه هو دي، عشان اللي انا كنت شغال عليها قبل كده كنت حاطط نوعين تربه يعني، انما لو ما طلعش ديت بتضيف انت او تضيفي اد من هنا. كويس. فنقول ان احنا عندنا نوعين من التربه من هنا، ممكن نختار اساميهم ساند مثلا وكلي. كويس. بنختار من هنا السويل تايب، واحنا قلنا ان السويل تايب اللي هو ايه، اللي هو ان تعالى عشان برضو اخليك تشوفيها معايا. شايفه دي اللي احنا كنا قلنا عليها الاربع انواع. الاجولسي نلاحظ اني اسف دي بول درين اهو، التربه ايه هنا سويل ريت. السندات دي هتلاقي فيها كلي، اللي على كلي كلي وكلي وكلي، انواع مختلفه، درجات مختلفه من الكلي يعني. تمام. فاحنا كده ايه، الساند احنا قلنا الساند تبقى ناحية الـ A والكلين ناحية الـ D. دي ونقول ابلاي.
كده احنا عرفنا الاثنين بس ما قلنالوش انهي ايه، يعني في التو بوليجونز دول ما قلنالوش انهي ايه وانهي ايه بتاع. فهندوس على هنا وقلنا ان من هنا بنختار. نعلم عليها فانت يعني عايزه مثلا انهي فيهم الساند؟ يعني انت عايزه دي تبقى ساند ليها. ولا عاديه؟ هنا خليها سنس. ماشي، خدت اللون ده يبقى ايه كده الاثنين بقوا ساند. ندوس عليه دبل كليك ونقول له دي خليها كلي. تمام. لو عايزين نغير الرمز بتاع الالوان نروح فين؟ ديسبلاي صح كده، ديسبلاي ايوه ديسبلاي اوبشنز، وبعد وهنضيف كده من ماب الجبرا من هنا بنختار السويل تايب. تمام، تمام. من هنا السويل تايب اوبشنز، هنا السويل تايب ديسبلاي اوبشن، بندوس عليها ادي الاثنين اهو، وبندوس تمام وبنختار بقى يعني هنا اللون وهنا النقشه اللي هي الباترن يعني. بطلنا خلاص، فاحنا مش هنحتاج نلعب فيهم بس ايه، ومن هنا نزود لو عايزين نحط الليجند بتاع زي دوت كده. تمام ليه. خلاص كده احنا عرفنا البيانات بتاعت السويل تايب واللاند يوز. كده ممكن نعمل نحسب ايه؟ هنحسب الكيرف نمبر بقى الله يفتح المفروض. الله يفتح عليك. طيب نروح فين؟ نروح على بص يا ستي، نقف على ايوه بص، شايفه الايقونه دي؟ هيدروليك موديولينج، موديلينج موديول طيب نقف عليها. صح. انت طبعا عارفه ان انت يعني خلينا ايه بالمره كده نبص على حاجه، انا هدوس على كذا زرار مختلف وانت بصي على الاعمده بتاعت الاوامر اللي هي شايفها بتتغير. فانا هقف على هيدروليك موديل جروب، هيديني يعني قوائم مختلفه هختار منها كالكوليتر. من الكالكوليتر هختار كومبيوتر كفرج اوفرلاي، لا استني معلش انا اسف مش دي، نختار دي اللي هي جي اي اس اتريبيوت. ماشي. بصي بيقول لك هتحسبي ايه، كيرف نمبر في حاجات مختلفه احنا عايزين منها الاس سي اس كيرف نمبر. طيب ده اللي احنا عايزين نحسبه. جوه هنا الانبوتس اللي احنا هنستخدمها، سول تايب لاند يوز. هنستخدم الكفرج اللي اسمه سويل تايب والكفرج اللي اسمه اللاند يوز. هنا طلع لك يعني ايه كأن الجدول اللي هو هيستخدمه، يعني هو قرا الداتا يعني. فعندك اربن وفارمز وديزرت، وادي الايه القيم المختلفه للكيرف نمبر يعني. نقول اوكي. هنا بيعرض ان هيورينا الاوتبوت بتاع الحسبه بتاعت الكيرف نمبر في نوت باد فايل. نقول اوكي. هو كده في ادي الفايل التكست اللي هو حسب فيه كيرف نمبر. فاكره كيرف نمبر اول ما بدانا كان حاجه و50، ايوه انتوني. دلوقتي هو حسب تاني طلعه ايه للحوض ده 91. تعالي كده نبص على الفايل ده شويه، هو عمل ايه يعني، نقرا الفايل كده. هو بيقول ان هو عنده تربه ايه، التربه نوعها ايه، موجوده في منطقه اربن ايه مع اربن وفقا للجدول اللي احنا مدخلينه الكيب نمبر بتاعها 89. الحته اللي الكيرف نمبر 89 بتاعها بتغطي مساحه 31 وشويه كيلومتر مربع. نفس الكلام بالنسبه للباقيين، كذا وكذا وكذا زي ما انت شايفه كده، كل واحده بيحط لها عمود الكيرف نمبر كام والمساحه اللي مغطيها كام. وبعدين عمل العمود كمان حاصل ضرب الاثنين في بعض. الكيرف نمبر بقى لو اسمه كيرف نمبر ويتد بتاع الحوض بيساوي مجموع العمود ده اهو. هو بس مش ظاهر عندي انا، يعني انا مش بيظهر، يعني مش باين عندي كويس انك قلتي. طيب معلش ثواني اهو كده. طيب بصي على الفايل كده، كده ظاهر.
أعيد الكلام تاني؟ لا لا لا، انا فاهمه انا فاهمه، مفيش مشكله. طيب خلاص، وبكده يبقى معانا الكيرف نمبر. من هنا بقى لو طفينا، احنا دلوقتي على الدب مقس مع بعض صح؟ لسه ايوه كده، ده بس انا طفيت الاثنين لاير دول ورحت للرينج اللي احنا كنا عليها في الاول يعني. وبص هتلاقي كيرف نمبر اتظبط بالقيمه الجديده بتاعتنا. واحد شيء ده اللي تمام. احنا اصلا كنا عايزين ايه نحسبه يعني، او يعني ده الكيرف نمبر بتاعنا. كده احنا حسبنا الكيرف نمبر اللي هيتحسب منه الانفلتريشن. خلاص نروح دلوقتي ندخل مدخل اخر. الله يفتح عليكي، هنروح على الرينجيج، نقف عليها. الرينجيج هنا يعني في الجزء ده بتخش كنقط لان هي مواقع محطات الامطار. اسهل طريقه انك تعرفي بيها الرينجيج، بس طبعا يعني هنعملها وبعدين نقول العيوب ايه يعني. بعد ما نقف على اللاير في هنا اللي هي ايه، كرييت فيتشر بوينت، ندوس عليها وبعدين بالماوس بنقف مطرح النقطه اللي المفروض فيها محطه مطر. نقف هنا كده، حط ايه جيج واحد ماشي. تمام. تلاحظي انا حطيتها مفيش حاجه، يا دوبك بس حط النقطه وكتب عليها جيج 1، مفيش شيء اخر. هدوس نقطه كمان نفس الكلام. بصي لما هدوس النقطه الثالثه، شايف مش عارف شايفه ولا مش شايفه، في 3 خطوط كده اترسموا. رسم العواميد الخطوط دي بتظهر لما 3 محطات او اكثر. يعني مش هيقدر يرسم بالاثنين، يعني المفروض انه بيرسمها مثلث وينزل عواميد من المثلث، بالظبط، من فيبقى الاضلاع بتاعت مش المثلث. هيظهروا غير لما نعمل 3 محطات او اكثر. زي ما قلنا ان دي احنا هنا دخلنا المحطات عن طريق الرسم بالبوينتس، وقلنا ان دي اسهل طريقة يعني. بس طبعا يعني تخيلي معايا كده، ايه عيوب الطريقة دي في تعريف محطات المطر؟ ممكن ما تكونش دقيقة أوي، يعني ده ما قدرش أحدد اللوكيشن بتاعه بالظبط. لا الله يفتح لا، عليك. ثانية بالظبط واحدة. بالظبط بالظبط، فعلا ده العيب الاساسي بتاعها انك بتجتهدي. طبعا احنا دلوقتي جوست كليكنا في اي حتة. طب لو احنا يعني حبينا نطلع خطوة لقدام في الدقة، هيبقى عندنا خريطة تحت، خريطة اللي هي المفروض خريطة طبوغرافية يعني، مش صورة زي دي، لا خريطة. فانت مثلا بتبقي عارفة ان تحت او عند مثلا المبنى الفلاني في محطة، او عند فما كده يعني، ده كده افضل يعني. انما الافضل والافضل والافضل ان انت يكون معاكي احداثيات ال بقول لك الإحداثيات المفروض تكون معايا يعني. الاحداثيات تمام. فبالاحداثيات تقع النقط بشكل بقى ايه يعني اكثر دقة اكثر يعني. لو معانا الاحداثيات ممكن طبعا نحطها على دبليو ام اس على طول، وممكن تبقى معانا على شكل شيب فايل نعمل له امبورت هنا وبعدين نحوله لكفرج. خلاص يعني ممكن المره الجايه نشوف حكايه انك تامبورت شيب فايل وبعدين تحوليه لكفرج دي. تمام. طيب دلوقتي احنا معانا ال3 محطات، احنا دلوقتي عرفنا اللوكيشن بتاعهم، فاضل معلومتين كمان عشان نبقى عرفنا محطات الامطار بشكل يعني وافي. ولازم يتعرف كل الداتا بتاعت المحطات، ما ينفعش جزء منها. ايه اللي ناقصنا تاني بقى؟ Precipitation أعتقد. اللي تقصدي كمية المطر اللي متسجلة على المحطة. ايوه بالظبط. مظبوط. فاضل بقى حاجة كمان، تاني توزيع العاصفة اللي نزلت دي. طيب طيب يعني لو قلنا ان قيمة المطر 50 ملي، نقول نزلت على مدار اليوم بمعدلات ازاي؟ كان 10 ملي في اول ساعة، صفر في تاني ساعة، 15 في تالت ساعة، وهكذا.
فالمطر او محطات المطر عشان تتعرف محتاجه اللوكيشن والتوتال بريسيبيتيشن والتايم او التمبرال ديستريبيوشن، ثلاث حاجات. تمام. طيب تعالي بقى، عايزين ايه دلوقتي نعرف الايه بقيه ال، وفي حاجه رابعه هنقول عليها بس قدام. يعني ايه دلوقتي احنا نعرف بس بيانات المحطات، وبعدين هيبقى نعرف الوادي على المحطات. مش احنا بعد ما دخلنا الكيرف نمبر والسويل تايب واللاند يوز عملنا حاجه اللي هي كومبيوت الجي اي اس اتريبيوتس اللي هي حسب الكيرف نمبر بالنسبه للحوض، هنعمل حاجه زي كده للمطر. بعد ما نعرف المطر تماما بالنسبه للمحطات، هنرجع نعمل بقى ايه، نعرف بالنسبة المطر للرينج. بالنسبه للحوض. بس خلينا الاول نعرف محطات المطر الاول كداتا. كده احنا عرفنا اللوكيشن. تعالي بقى احنا واقفين على نفس اللير اهو، هندوس على ديت اللي هي سيلكت بوينت، ونيجي على اي محطة منهم وندوس دبل كليك عليها. تمام. طلع لنا رين جيج بروبرتس اكس والواي والبرسبتيشن والديستريبيوشن. شايفة المكتوب هنا ايه؟ شو سيلكتد، شو ار يعني هو هنا مطلع لك هنا بس المحطة اللي احنا دوسنا عليها. لو دوسنا هنا واخترنا اول، ادي كل المحطات تمام. من هنا. عندك الاكس والواي بتاع كل محطة، عندك الاسم، ساعات مش ساعات او دايما المحطة بتتسمى باسم المكان اللي هي فيه، او هتلاقي مثلا ايه نقطة اسمها الاسماعيلية، حلوان، العريق، وهكذا. تمام. فبيبقى برضو اما هتسميها باسمها الحقيقي او المكان بتاعها بتبقى شيء جيد يعني. تمام. تمام. تمام معاك. فدلوقتي ده الجدول اللي احنا نعرف فيه الداتا بتاعت المحطات. هنلاقي عندنا عمود اسمه ستورم توتال، وده لما انت بتعملي صح معنى كده ان هو بينتظر منك في النقطة دي تحطي اجمالي المطر بتاع المحطة دي. طبعا انت عارفه ان المحط الاجمالي ده التوتال ده اللي بيجي من الفريكوانسي اناليسيس، اللي هو التحليل الاحصائي بتاع ماشي. التكراريه اللي بينتهي في الاخر بتقولي ايه، عاصفه ال 100 سنه التوتال بتاعها بيساوي كذا ملي. عارفه انت القصه ديت يعني. انا عارف العلاقة دي. طيب ماشي. فدلوقتي بيبقى عندنا احنا خلاص عارفين ان المحطه دي احنا هنصمم على عاصفه مثلا ال 100 سنه مقدارها كذا، الثانيه الثالثه. فهنا هنعرف التوتال اللي هو اجمالي العاصفه التصميميه. يعني لو قلنا 100 سنه يبقى هنحط ارقام، فنقول مثلا اي حاجه ماشي، نقول مثلا 50 60، وخدي بالك من الوحدات ماشي، عشان لو انت مثلا وانت شغاله نسيتي تظبطي الوحدات، خلي دايما عينك هنا. فهو الامتار بالملي، يبقى احنا كده ماشيين مظبوط بالنسبه للوحدات. تمام. كده احنا عرفنا التوتال، فاضل ايه بقى؟ التوزيع الزمني. اكمل. كمل حبيبي معاك. بص يا ستي، دلوقتي بعد ما عرفنا التوتال، فاضل نعرف التوزيع الزمني للتهاطل. فاحنا يكفينا يعني هنا يكفي. اولا انت عارف التوزيع الزمني ده بشكل عامل ايه، هوريه لك دلوقتي. بس اقول لك بس قبل ما نخش نشوفه، ان انت زي ما هنا بنعمل صح وبعدين ندخل القيمه، هنا برضو نعمل الصح عن اي واحده فيهم يروح فاتح لك. يعني بصي لما نطفي دي مفيش، ما تدوسيش هيعمل عليها، لما بتعملي كده بتبقى اكتف. المفروض
دوسي عليها. بس نرجع تاني للورق. بص بس انا عايز اقول لك ان انت لو عندك مجموعه محطات حتما ولا بد يتم تعريف التمبورال ديستريبيوشن لواحده على الاقل. يعني لو احنا دلوقتي ما عملناش الداتا دي واكتفينا بالتوتال وعملنا اوكي وجينا نعمل ران هيدينا ايرور. فعلى الاقل تعملي واحده. هندوس ديفاين. هنا بقى التوزيع الزمني للتهاطم اللي هو اللي اسمه التمبورال ديستريبيوشن. التمبورال ديستريبيوشن ممكن يبقى على شكل جدول او على شكل جراف. على شكل جراف. الجراف عباره عن الاكس اكسس بتاعه الزمن والواي اكسس بتاعه ايه بقى؟ ديستريبيوشن. تعالي كده ناخد اي واحده من دول. 24 دي معناها ايه؟ ده شكل قياسي ستاندرد لعاصفه او لمجموعه من العواصف تتهطل في هذا المكان كلهم. المجموعه دي اللي هي شبه بعض بتتهاطل على مده 24 ساعه. 24 ساعه هنا تبان هنا اهو. التوتال تايم بتاعك كام؟ 1440. دي 40 يعني اللي هو عدد دقائق اليوم. فده يوم لان دي 24 ساعه. والرأسي هنا تلاحظ ان هو منتهي عند واحد. واحد دي اللي هي 100% يعني كامل المطر. يعني العاصفة بالكامل اكتملت بعد 24 ساعة اللي هي 1440 دقيقة. طيب عندنا أشكال توزيع مختلفة أخرى؟ أيوة. أهو بصي شايفة؟ طيب لو عملنا 48 ساعة شايفة هتلاقي بقت الدقايق زادت بقت حوالي 2800 أو كده اللي هي إجمالي دقايق يومين مثلا. تمام. وهكذا. عندك بقى حاجات مختلفة وكده. بس أنا عايز أسألك سؤال، لو احنا اخترنا مثلا فين؟ ديت ثانية واحدة. دي شايفة دي؟ ايوه نموذج واحد تقريبا. نعم؟ هو تايب 1 او تايب واحد كذا واحد صح كده؟ مكتوب تايب 1. لا بس مو شايفة الشكل؟ خليني على الشكل الأخضر، شايف الشكل الأخضر؟ بيختلف كلهم بغير اللون. يعني المهم قصدي خدي بالك على الشكل ده مقارنة بالشكل ده. تفتكري أنهي عاصفة فيهم تعمل سيل أكتر؟ لا هي مش ده كده في الأول تقريبا أول كام 600 دقيقة مثلا كانت ضعيفة، بعد كده في الآخر بدأت تزيد صح كده؟ أيوه. ثانية واحدة نحللها. طب الشكل التاني حضرتك ممكن تغير الشكل؟ لا هو المفروض الاولاني هو اللي يعمل عاصفة اكتر صح كده؟ الله اللي هو ده اللي قبل اللي حضرتك كنت مختار. ايوه ده تقريبا طيب ده يعمل اكتر. ليه ده يعمل اكتر؟ هو انا عندي هنا مثلا عند 600 وكام او 700، عند الدقيقه 700 تقريبا بدات زادت مره واحده ايوه وبدات تزيد، لكن مثلا لو هنفترض الكام دقيقه 600 دقيقه اللي قبل كده دي كانت ضعيفه جدا ومره واحده خدت وقت طويل وكميه المطره قربت على 8 من 10 او 80% من كامل المطر تقريبا ايوه في وقت واحد صح كده. يعني قصدك يعني بالظبط، يعني مثلا عايزين نقول ان اكتر من نص العاصفه بتاعت اليوم نزلت في خلال مثلا تلت ساعه مثلا. ايوه يعني في وقت واحد. انما في الحاله التانيه هنلاقي ان يا دوبك مثلا لا كتدريجية. يعني يعني العاصفه دي يغلب عليها انها تدريجيه. مظبوط كده. وبالتالي التانية أخطر، يعني أنت لو بتهتمي بالخطورة أو كده. وبعدين في الجداول برضو
التوزيعات دي مش عشوائية، يعني هتلاقي في جدول اللي هو إن شاء الله يعني فينتي تشاو اللي اسمه أبلايد هيدرولوجي، هتلاقي في خريطة لأمريكا رسمها لك زونز، يعني الحتة دي كده رسم دايرة مثلا في أمريكا تستخدمي التوزيع ده، ورسم لك مكان تاني تستخدمي توزيع آخر، وهكذا يعني، فاهمة؟ كافة التوزيعات بيقول لك تحطيها فين. تمام. ماشي. فلو جينا قلنا هناخد تايب 2 24 ساعة، نقول اوكي، كده احنا عرفنا اجمالي العاصفة والتوزيع الزمني بتاعها، لو نقول اوكي كده احنا عرفنا الايه الامتار كلها. فاضل ايه بقى؟ فاضل نيجي هنا هنعمل لا من ثانية واحدة. من بص يا ستي، دلوقتي شايفة ده الحوض، تمام. الحوض ده شايفة الشكل اللي هو تي سمبوليجون؟ تقريبا هيقسموا 3 زون او 3. أيوة أيوة أيوة. دلوقتي الحوض ده النسبة دي منه اللي هي مثلا نقول حاجة 40% منه بتاخد داتا بس من المحطة دي، وديت الحتة ديت اللي هي مثلا تمثل 40% بتاخد من المحطة دي، وال10% اللي فاضلة بتاخد من المحطة رقم واحد. القصة دي تمام. اسمها إن إحنا عايزين نحسب نسبة تأثير كل محطة على الحوض. تمام. حاجة زي كده ممكن يعني في أكتر من طريقة نحسبها بيها، لكن لو قلنا تعالي بص يا ستي، ممكن نيجي هنا ندوس على دوت ونيجي على هيك وان، وهنلاقي هنا حاجة اسمها إيه هيك وان رينج جيجز. لو دوسنا عليها هنلاقي الجدول فاضي كأنه مش عارف لما هيجي يعوض في هيك 1 فين المطر. فلو دوسنا على هنا هيقول لك في، هو شايف ان في كفرج اسمها رين جيج. تمام. لو دوسنا كده وقلنا اوكي كده، هو اما هيجي يشغل هيك 1 فاهم المطر فين، بس برضو احنا تمام. لسه لغايه دلوقتي ما حسبناش نسبه التاثير. فهنعمل ايه؟ ندوس على اللي هو درينج موديول، ومن الدم نعمل ايه؟ شايفه دي كومبيوت جيج ويتس، نقول اوكي هو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يعني يعني تيجي يا اما عن طريق كومبيوت جيج ويتس، او نعيد حساب بيانات الحوض ككل. يعني احنا هنا تمام. حسبنا بس نسبة تأثير الأحواض المحطات، هنا ممكن نعيد ايه يعني ساعات انا ممكن اعمل دي وبعدين اجي اعمل ران يطلع فيها مشكله، اعيد حسابات الحوض كله تبقى تمام. طيب تعالي نرجع. نعم هي تقريبا الحساب كميه البرستيشن اللي هي الاي او دي اللي حضرتك عايز تعملها دلوقتي اللي هي الاي او دي الافكت يونيفيرم يعني يونيفيرم ديبس تقريبا كده حاجه شبهها يعني هو هعرف كميه كل بلوجون تقريبا صح كده طب ثواني اقول لك يعني مختلفه. ثواني ثواني أول وقت مش شايفه ستين. دي؟ معلش هنعيدها تاني. بص يا ستي، دلوقتي انا عايز هروح على ال، مش احنا هنشغل هيك ون؟ أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا عايزين ايه؟ انا عايز دلوقتي انا عايز اشيك ان الووتر شيد فاهم ان في 3 محطات، وان هو بيتاثر بجيج 1 بدرجه بسيطه وجيج 2 و3 درجات كبيره. فهروح على هيك ون، بدوس على الهيدرولوجيكال موديول هيك 1 ايديت بارامترز، تمام. دوس عليها هلاقي عندي، خدي بالك هو جايب لي دول اكتيف لان انا اصلا واقف على الحوض، لو لقيتهم مطفيين يبقى انت مش واقف على الحوض. تمام. ادي كل الداتا بتاعت الحوض، هتلاقي فيه هنا البريسيبيتيشن، تخش عليها. احنا المرة اللي فاتت اخترنا بيزن افريج ودخلنا رقم، المرة دي هنختار جيج
وهنختار تمام. البي تي جيج ويتس. بي تي جيج ويتس يعني ايوه بريسيبيتيشن توتال، ايوه ده لان اللي انا قصدي عليه. دي اللي احنا دخلنا الداتا بيها، فهندوس عليها. هنا حط لك الثلاث محطات ونسبة تأثير كل واحدة. تعالي كده انهي فيهم اللي احنا يعني اقل واحدة جيج 1، شايفة 5% بس، يعني 5% من مساحة تمام كده الحوض متأثرة بجيج 1، وده اللي احنا متوقعينه. هتلاقي هنا ادي جيج 2 اهي نسبة تأثيرها 40، وجيش 3 اهي نسبة تأثيرها 53. يبقى احنا تمام كده، يبقى كده عملية حساب تأثير الوزن النسبي لكل كل محطة على الحوض تمت صح. تمام ندوس اوكي وندوس اوكي. احنا كده عملنا المطرة اللوس ميثود. بصي فاكرة كيرف نمبر اللي اتحسب؟ اهو 91. شايفه اللي كان مقسوم هناك دي هنا. يعني ايه الحاجه اللي انت ايوه بتكتبيها في حته هي بتروح للحاجه اللي يعني المكان اللي هي محتاجاها فيه. كده عرفنا ايه، كده عرفنا ايه اللوس ميثود والبريسيبيتيشن. اخر حاجه اليونت هيدروجراف اللي احنا كنا حسبناها المره اللي فاتت. ممكن بقى يعني التايم لو احنا ما كناش حسبناها المره اللي فاتت كنا هنيجي هنا ونختار، قلنا يا تايم لاك تايم يا تايم اوف كونسنتريشن، وانا كنت اقترحت عليك المره اللي فاتت طريقه اللي هي ريفر سايد ماونتينز ميثود دي. نقول اوكي كمان اوكي ودن. كده احنا المفروض دخلنا كل الداتا تمام عشان نتاكد. بندوس على الهيك 1 ونختار تشيك سيموليشن. لو في حاجه ناقصه هيقول اشتكى لي احنا مش هنسمح. ادانا ايه نو ايرورز، يبقى هو كده الداتا ايه اراها مظبوط يعني. تمام ندوس دن. نعمل بقى ايه رن قبل ما نعمل ران؟ في جوب كنترول أجوب نخش نبص عليها بصه كده، هنلاقي ايه ان احنا ظابطين الوحدات بالمتر مظبوط، ده اللي احنا عايزينه. هنا مده الران عباره عن 15 دقيقه اللي هي التايم ستيب في 222. بص هي الطبيعي بتبقى 100 ماشي، أو 100 هنشوف الطبيعي وكده نشوف لو عايزين نزودها ولا لا. هنا لو عايزه تسمي المشروع بتاعك تبقى اي حاجه عايزه تسميه عليها، وممكن هنا تكملي الوصف يعني بتبقى كويسه الحاجات دي لو انت عايز تطلعي طب هو تقديم من ال WMS على طول للشخص يعني. طيب معلش هو الداي والمانس والير دول ما بيتغيروش صح؟ لا يتغيروا ملوش ليه، انا الشغل اصل بتاعي، انا اتغير الشغل بتاعي يوم 10 قعدت شهر ابريل سنة 2019. انا عملتها كده ما كانش راضي يقبلها خالص. انا حاولت اكتب فيها اي داتا، لا هو لا مصمم على يعني 2000 هل مثلا، 1100 هل مثلا ممكن احنا من غير ما نقصد يعني كتبنا مثلا الشهر رقم 14 مثلا؟ لا لا كنت بغير السنة على الأقل، يعني أنا كنت بلعب في السنة ما لعبتش في الدي والمنصب، ما كانش والله راضي يقبلها. ممكن دلوقتي تعالي نجرب، لان تقريبا لو في مشكله بتبقى هنا في حكايه ان هي 2000 وي. لاحظي ان هي شفت كانت 1000 مش وشويه، كاتب 2000 و ممكن تكون مشكله. تعالي نجربهم. بص دلوقتي المفروض ماشي عملنا تشيك سيموليشن، تمام المفروض مفيش مشاكل. نقول رن. هنا طبعا ممكن تغير اسم الايه الرن فايل او الاوتبوت فايل. خلاص ما ادناش ايرور الحمد لله. والهيدروجراف طلع اهو، دوس دبل كليك عليه اهو الحمد لله. الحمد لله صح كده. طيب دلوقتي الهيدروجراف اهوت يعني ايه، ممكن مثلا لو عايزين يعني مزيد من التحسين نخش على الجيب كنترول، بدل ما هي 100 خليها مثلا 140 مثلا، ونقول اوكي ونقول رن كمان رن عشان ناخد وقت يعني. هو خلاها 1000 كده هتدوس دبل كليك هنلاقي الايه الهيدروجراف اكتمل يعني كده بقى ايه حالة مكتملة. تمام مظبوط.
عندك زي ما احنا عارفين بقى، شفنا يعني احنا عارفين الهيدروغراف اهوت على المحور الافقي الزمن، وعلى المحور الرأسي الديسيتشارج، وفوق ملخص لاهم الايه القيم القيم بتاعته. والمفهوم بتاعها. بص يا ستي، لو انت الشكل ده عايزه تصدريه في تقرير او غيره، عندك كذا حاجه ممكن يعني كاوت بوت، كذا حاجه ممكن تعمليها. انا هدوس دبل كليك دلوقتي، راح فتح لي، انت شايف النافذه اللي فتحها؟ فلو ان تايم يعني شوف ريال تايم. بيوصل الهيدروغراف يعني. هنا بقى ممكن تعملي العاب للصبح، يعني انت مثلا هو مسمي الفايل ليه كلمه فلو فيرسز تايم، ممكن تسميها هيدروغراف مثلا. اسف، معلش معلش. تمام. ماشي. السب تايتل اللي تحت ده مكتوب كتابه تكست، هو طبعا هو محسوب بس هو حوله لتكست. ممكن انت مثلا مش مهتمه ب التايم تو بيك مثلا، بيك. خلاص فتروحي شايلاه ابلاي. خلاص. في بقى العاب تانية يعني ايه شبه بتاعت الاكسل كده، انك تخلي يعني عارفه الحاجات بتاعت اكسل ايوه الحاجات دي. هلا هلا. وهنا بقى تقعدي مثلا لو عايزه تحددي حاجه في الاكسس، لو الالوان عايزه تغيري فيها حاجه، شايفه الالوان بتتغير ايوه وهكذا يعني. خدي راحتك ويعني ايه شوفي انت عايز تعملي ايه. طيب خلصنا التعديلات في الشكل، ممكن نعمل ايه كمان هنا من نفس النافذه؟ شايفه اكسبورت، برضه نصدر. دوس عليها. هنا بقى بيقول لك عايزه تصدريها ايه. ممكن تتصدر على شكل صور زي دول كده، كل دول اشكال مختلفه من الصور مفهومه، هتصدريها صوره وتحطيها في تقرير او في باوربوينت. تمام ماشي. تمام. لكن هنا بقى عندنا زرار جميل قوي، تصدريه على شكل تكست. تكست بتاع ايه بقى؟ بتاع قيم الهيدروغراف. فلو انا قلت له انا عايز اصدرها على شكل تكست، بيقول لي عايز تاخدها على كليب بورد، يعني في الميموري بتاعت الجهاز، كانك بتعملي رايت كليك كوبي، ولا تصدريها على شكل فايل. لو انا قلت له مثلا كليب بورد وقلت له اكسبورت، بيفتح لي نافذه تانيه، يقول لي خلاص انت هيعملها كوبي، بس مثلا بيقول لي ايه كل الداتا ولا بعضها اللي معمول له سيلكت، عايز الداتا تجي لك بليبل ولا من غير ليبل، وحاجات زي كده يعني. يعني انا قلت له اكسبورت كده، خلاص كده الميموري بتاعت الجهاز بقت واخده كوبي من ايه، من الهيدروغراف. لو انا رحت على الاكسل، استني اشارك معايا الاكسل اهو، شايف الاكسل؟ معلش ايوه كده ظهر لك. لو انا جيت على الاكسل وعملت بيست، ده التايتل ممكن تغض الطرف عنه، لكن هنا ده اللي يخصنا، ده وده، ده الزمن وده قيمة الهيدروغراف. فانت لو جيت على الاثنين وعملتي انسرت ريكومنديشن، وقلت انا عايزة مثلا كده، مش عارف مش عايز يجي ليه. زهرة اظن السبب ان هو ده شايفه تكست، والله اعلم. بعد كده نقول له ده نمبر، نقول له ان ده كمان نمبر. ايه الموضوع؟ ثواني كده، هل في تكست مكتوب؟ يعني لو انا قلت له مثلا ده لقيت خمسة، يعني شايف ان هو رقم. طب معلش ثواني كده، نقول له ده كده. غريبة أوي الحكاية دي. أنا قلت له كده، أقول له insert أهو. تمام، بس هو في مشكلة، المفروض ما يرسمنيش الخط الأفقي ده، صح؟ هو ممكن. طب الزيرو كتير دي ممكن هي اللي عاملة الأفقي مبينة كده. ما أظنش، لأ لأ ملهاش علاقة. طب نجرب انسرت، بس بدل ما جربنا دي نعمل ايه؟ كده 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 كده
هو الاكس والواي، ايه المشكلة اكس والواي؟ طب معلش ثواني كده، كوبي لا براحتك يا باشا. كده بقول له بيست فاليوز، ماشي من هنا سيرت بالظبط يعني مشكلة اه. بصي 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 ده كأنه طب الحمد لله ان احنا عرفنا، الحمد لله الحمد لله. بص يا سيدي، بصي بقى يعني حاجة، يعني الحمد لله انها بانت. شايفة انت معايا دلوقتي في الهيدروجراف؟ فاكرة الهيدروجراف ده ان احنا عملنا رن لما كانت الاكس اكسس 100 مرة في 15 دقيقة، وبعدين عشان نكمل الهيدروجراف رحنا مزودينها خلناها 140؟ بس ما عملناش رد تاني صح؟ لا عملنا ران تاني، لا عشان كده الهيدروجراف اكتمل. اتغير تمام. ده في مشكلة هنا. أولا بصي تحت كده هتلاقي في رسمة سوداء ورسمة صفراء، شايفاهم؟ دول معنى كده إن الرسمة اللي أنت شايفاها قدام عينيكي دي هيدروجرافين مش هيدروجراف واحد. يعني هما الاثنين مع بعض، رسم الاثنين مع بعض، حلو. لما انا بقى خدت كوبي خد البيانات كلها مع بعض. خد البيانات كلها مع بعض، عشان كده هتلاقي هنا فضل اهو يعلى يعلى يعلى، وبعدين راح نزل شايفه لغايه لما وصل للصفر، تمام شايفه دي كده؟ ده نحن. هيدروجراف، وبعدين من هنا هيدروجراف تاني. هو الاكسل ما ظهرش. اه طب كويس انك قلتي، بسم الله. ايوه كده على طول قولي لي. بصي ادي الاكسل اهو اللي احنا ايه كنا عاملينه، شايفه هنا هتلاقي القيم، بصي على هنا وهنا، بصي القيم على هنا بتزيد بتزيد، شايفه بتزيد 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 بتزيد، اوبا شوف ده بداية الهيدروغراف الثاني. الله يفتح عليك. علشان كده هو مش عارف يرسم المنظر ده، مش عارف ايوه بعد ليه بقى، ليه مش عارف يرسمه؟ لان عنده قيمتين للاكس، يعني هو الجدول ده فيه قيمتين الاكس فيهم بزيرو، فهو ما بالاكسل ما يفهمش الحبتين الكلام ده. ايوه طيب فدلوقتي قدامنا حاجه من اتنين، يا اما نختار دول وعادي بقى نعمل اللي احنا عايزينه عادي. بس شايفه الحمد لله اهو جميل اهو، ده كده حل. الحل التاني لو احنا لسبب ما ساعات بنبقى عايزين الهيدروجرافين، يعني كل اللي عليكي بتروحي جاية واخدي ده اصلا تروحي حاطاه فوق بيست، وده ما يلزمناش ولا ايه اللي ما يلزمناش؟ هو في جزء هيبقى مختلف، يعني في واحد التايم بتاعه اكبر من الثاني صح كده؟ ايوه التايم الاكبر من الثاني يبقى ده بزيرو. آه لا مش بزيرو، مش بزيرو، زيرو. هي ما تعملش القرايه مش لغايه بزيرو، 100، مش بزيرو، مش بزيرو. بس فيبقى كده هو هيرسمه عادي بس هيطلع مش كامل شويه. هيبقى كده ايوه حاجة زي كده، مش مظبوطة قوي بس يعني تبقى حاجة زي كده. المهم يعني الحمد لله ان الغلطة دي حصلت، والحمد لله ان ايه شفنا عرفنا. يعني المشكلة بتاعتها. طيب كده احنا طبقنا، شفنا مع بعض ازاي نعمل طريقة الايه الهيكوان، دخلنا الداتا والمطر والكيرف نمبر وعملنا رن وقرينا النتائج وشفنا الهيدروجراف. تمام. اظن النهارده يعني طب في حاجة تانية النهارده ممكن نتكلم فيها؟ لا كده كفاية أوي، ده الموضوع النهاردة تقيل شوية. يعني طب الحمد لله يعني بنسبة جيدة انت استوعبت الموضوع؟ الحمد لله أطبق بس الموضوع كويس. هي في حاجة بس، هو أنت حضرتك متخيل بتختار شكل الهيدروجراف بيعتمد على إيه؟ أنا أشتغل بختار شكله لما تقصدي حضرتك قلت تقصدي شكل توزيع المطر؟ اللي هي في إيه فرق ما بين الاثنين، أو فين الهازارد أكتر، أو اللي طب يبقى ثواني خليكي معايا، انا هبحث عن حاجة في الجوجل ثانية واحدة.
حلوة دي. ثانية واحدة بيحمل بس. براحة حضرتك مفيش مشكلة. شايفة هي صورة سلايد كبيرة كده شايفة؟ بين فول ديستريبيوشنز. تمام. بص يا ستي، بسم الله اهو ديت. طبعا الطريقة دي كلها الاس سي اس كده من اولها لاخرها عاملاها هيئة امريكية، تمام مش اسمها هيئة الحفاظ على الاراضي الزراعية او حاجة زي كده يعني. فبالتالي كل حاجة في الطريقة ديت اتبنت اساسا عشان تخدم امريكا. وبالاساس طبعا التوزيعات المطريه. الشكل اللي انت شايفاه على اليمين ده، دول الاربع التوزيعات اللي احنا تايب 1 و2 و3 واي اي، ادي الاربعه تايب زون. وادي الشكل اللي احنا شفناه في الدبليو ام اس. كويس؟ تمام؟ كل واحد من دول ليه واحد هنا في الشمال اللي بص يعني اي اي ده اهو، اللي هو فيه هاشر ده على الشمال اللي هو التاني، التاني ده اهو، وهكذا. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت لو بتدرسي في الحتة دي، تعملي دراسة للحوض امريكي في الحتة دي، دي تايب 2. التايب 2 التوزيع بتاعه اهو. تمام. طيب الطريقة دي احنا هنستخدمها في مصر مش في امريكا. بالظبط كده. طيب ناخد انهي حتة؟ الاولاني الاولاني الاي تايب 1 تقريبا. طيب بص يا ستي، شايف اللي حصل؟ بص دلوقتي ادي امريكا اهي. احنا هناخد الشكل اللي احنا يعني مش احنا مش هنبص على الشكل دلوقتي، بس هناخد الشكل اللي بيعبر عن منطقة شبه عندنا. Yes. طيب الحتة اللي على ديت كاليفورنيا مش زي عندنا، ده محيط وبتاع وكلام مختلف. ونفس الكلام الناحية دي، الحتة السمراء دي ده أعاصير وكلام تاني خالص. أقرب حتة لينا هي الجزء الأصفر ده. تمام. يبقى احنا الباسورد هنستخدم يبقى تايب 2. وسبحان تايب الله، 2. وبرده يعني كمان بقى تايب 2 هي اللي شكلها فيرتيكال اكتر، فهي من ناحيه الجغرافيا اشبه بجغرافيتنا او اشبه بمناخ عندنا. ومن حيث الريسك هي الاعلى ريسك، فانت لو صممتي عليها بتبقي في الامان اكتر. تمام. تمام فهمت. كده انا جاوبت على سؤالك. تمام. شايفة minimum accumulation for display واحد. واحد، لو خليناه خمسة أنا هقول أوكي دلوقتي، مش اوكي. إيه اللي حصل؟ قلت عشان عملنا إيه؟ زودنا ال أيوة. طيب تعالي نعكس، نخليها بوينت اتنين. ماشي. ده اللي أنت عايزة تشوفيه. ايوه بالظبط كده. خلاص؟ لا ايوه كده زادت. ايوه حلو. تلاحظي حاجة، احنا لم نعد الحسابات خالص. تمام. العملية كلها عملية فيجواليزيشن. لما ال WMS في أول حاجة عمل ال فلو accumulation دايركشن وفلو اكيوميوليشن، وعملها اوريدي في المرحلة دي بقى عنده كل الداتا اللي بتاعت الموضوع ده. فأنت دلوقتي فقط بتقولي له ارسم لي، مش احسب لي.